السلام عليكم طلاب، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وياكم الحسين طارق من اكاديمية كابتشينو. اليوم عندنا الجزء الخامس من هالمحاضرة. طبعا اعرف هالمحاضرة طويلة شوية، بس هي مو مطولة فعلا، يعني كمعلومات مو مثل المحاضرات اللي فاتت. بس لازم قلت لكم يعني هالمحاضرات طلاب نادر يركزون عليها، والدكاترة يجيبون منها اسئلة يعني مو قليلة، فانا احاول اركز لكم عليها قد ما اقدر. زين، موضوعنا احنا هسه بهذا الجزء اللي هو الفينز. حكينا احنا مقدمة على الفينز بالمحاضرة 3، قلنا بعدنا سوبرفيشال، عندنا ديب، عندنا بيرفوريتنج او كونكتنج فينز بهالمحاضرة، وحكينا شوية على الجراي سيفنس والسمول سيفنس او الشورت سيفنس. زين، بهالمحاضرة احنا شو راح نحكي؟ راح نحكي على الفينز، وحنحكي على مشكلة كلكم سامعين بيها على الاقل يعني وتعرفوها، اللي هي الدوالي. تمام، ساعدتوا بالدوالي. زين، حنتعرف هن عليها وحنعرف المبدأ شلون هي صارت، شنو المشكلة اللي هي صارت حتى صاعدنا دوالي. زين، يقول لك veins of the leg، الفين مال الليج. يقول لك عندنا احنا ثلاث انواع من الفينز. عرفنا شيء سوبرفيشال فينز اللي تكون اسمائها مختلفه عن شنو، عن الديب فينز. السوبرفيشال فينز اللي هي جراي سيفنس، سمول سيفنس، ما عندنا هيك اسم ارتري، فهو السوبرفيشال فين يختلف اسماء. زين، الديب فينز اللي هي شنو، اللي هي نفس اسماء الارتريز. اوكي، بيرفوريتنج فينز او كونكتنج فينز هاي اللي يربطون السوبرفيشال بالديب فينز. اوكي، زين، the three types of vein contain valves. يقول لك ثلاث انواع او كل الاورده، ثلاث انواع من الاورده تحتوي على صمامات، which are endothelial flaps or cusps allowing the blood to pass in one direction. يقول لك يا بهاي شنو الصمامات؟ يقول لك ده تشوفون انتو الصمام، هذا هو الصمام. اوكي، صمام يتكون من شنو؟ يتكون من endothelial cusp او flaps، هذن الكاسب او بلاد، يعني الكاسب او flaps. اوكي، هذن اللي هن يمنع عن الدم، يعني اذا هو الدم يمشي من هنا راح ينسد انه بينقفل، بحيث يمنع الدم انه يرجع لجوه ويصعد اللي فوق وهكذا. نفس عندكم هنا يجي مثلا يمر الدم منا، يجي هي مفتوحه انه يجي يسد هذا الكسب او بالفلابس او الفالف، فحيمنع الدم انه يتجه عكس اتجاه، allowing the blood to pass in one direction، يسمح للدم ان يعبر باتجاه واحد فقط. تمام تمام. زين، يقول لك the deep veins carry 90% or more of the blood from the legs toward the heart. باش يقول لك، يقول لك احنا يعني هسه من اخذنا السوبرفيشال فينز، هو جراي سيفنس وسمول سيفنس، يعني هم اثنين. فانت برايك، هو اكيد اكو اكثر يعني، بس احنا هم يعني ذول الاثنين الكبار. فانت برايك هذن الدي فينز 100 واحد مش قد قارنت بذن الاثنين مدى 3 مدى 4؟ لا طبعا، في يقول لك الدي فينز اللي هي تستحمل نفس اسماء الارتري، اللي هي مثلا فومورال فين، بوبليتيال فين، تمام، اللي تحمل نفس اسماء الارتريز، كانت 90% او مور، تحمل 90% واكثر من الدم من الرجل من اللك الى القلب. انتوا تعرفون النظامات، احنا عندنا هذا القلب يعني كصوره مبسطه، يجي ضخ الدم عن طريق الارتريز الى مثلا الاعضاء مال الجسم، وبعدين يجي شنو، يجي الفين مثلا، يجي الفين شو يسوي؟ الفين يجي يرجعها للقلب. اوكي، فيقول لك الفين ما يرجعها للقلب، 90% من الفين يعني 90% من الدم يرجع عن طريق الديب فين، و10% يرجع عن طريق السوبرفيشال. اوكي، زين، هي القصد كمساهمة. تمام، زين، they are aided by muscle contact. يقول لك اكو اشياء تساعدهم، يعني يقول لك يعني احنا نعرف تشايفين الصعوبة، مثلا انت مثلا تيجي انت من قلبك، تيجي تضخ انت مثلا رجلك، يعني هذا مثلا انت القلب مالتك، طبعا عذرونا على الرسم، تيجي تضخ رجلك مثلا، تيجي تضخ الدم منا بالارتري بكل سهولة ينزل لانه هي الجاذبية. زين، اذا تتي ترجعه انت راح تمشي ضد الجاذبيه، تخيل انت الدم حيصعد ضد الجاذبيه، فالموضوع شوي بصعوبه. فيقول لك حتى مرات اكو عضلات هنا، يعني عضلات تجي من تتقلص راح تسوي، راح تصعد الدم لفوق، مثلا هي هنا، تخيلوا هو الدم هنا وصل الدم هنا، تجي هاي العضله شوي تجي تتقلص، شو يسوي؟ راح يضغط شويه على الوريد راح يصعد الدم وهكذا، ويجي يسد هنا الصمام لو اكو عضله وهكذا. اوكي، زين، هي طبعا ما مذكور هي العضلات اللي يمكن ذاكرها هو، بس هو حاليا انا يعني شفته ما ذاكر العضلات. اوكي، فيقول لك superficial veins have the same type of valves as deep veins but they are not surrounded by muscle. ها، يقول لك superficial vein هي لها نفس الانواع مال الديب فين، بس يقول لك هي ما محاطه بمصل. واحد يفكر لها ليش؟ طلاب شوفوا، احنا من حكينا على superficial، يعني احنا خلينا نحكيكم على التقسيم. انا عندي هذا الجسم مالتي، هذا الجسم مالتي، هاي مثلا رجلي، عندي اعلى طبقه اللي هي السكين، جواها قلنا السوبرفيشال فاشيا، جواها راح تجينا الاشياء اللي هي شنو، اللي هي مثلا السوبرفيشال فينز اللي هي الجريت سيفنس مثلا فين والسمول سيفنس، يعني سمول سيفنس فين. اوكي، وراح يجينا الديب فاشيا،
وراها يجينا المصل، اوكي؟ في المصل كلش لي جوا، هي شوف وشون صار لي كلش جوا، فاكيد ما راح يمشي ويا، راح تمشي ويا الفينات هذني هنا السوبرفيشال، بينما يعني هنا ويا المصل هذني ايش راح يمشي؟ ويا المصل هذا ام يو اس سي ال اي، ايش راح يمشي؟ راح يمشي وياهن الديب فينز اللي هي الفمورال بوبليتيل وهكذا. ما توضحت يمكن خلينا نوضح احنا بقى. احنا مو عندنا هاي المصل، هاي المصل تمام؟ هاي المصل اللي هي شنو؟ هاي التيبيالس بوستير، هاي الفلكسر ديجيتورم قلنا واخير شي شنو هي اللي هي الفلكسر هالوسس، اوكي؟ فساي على وحده تيبيالس بوستير. زين فهذا شنو هذا اسم الفين هذا؟ هذا اسم الفين شو اسمه؟ اسمه شنو؟ اسمه بوستيرير تيبيال فين، يعني نفس اسم الارتري، اذا هذا معناته دي فين يمشي يم العضله تمام؟ فهي تتقلص هاي العضلات ممكن حتى تصعد للدم، بينما يعني حيتجي النوبه هنا فوقها طبقه ما ديب فيشيا اللي هي كرورال فيشيا، يلا عود حيجيك شنو؟ حيجيك الجريت سافنس هنا، فهي اصلا بعيده عن العضله، فلذلك يقول لك ما تساعد عضلات، ما بي عضلات، اوكي؟ يقول لك نوت سراوند سوبرفيشال فينز نوت سراوند ماي مصل، لان هي اصلا سوبرفيشال تو ذا ديب فيشيا، بينما عندك المصل هي ديب تو ذا ديب فيشيا، فطبيعي اكو يعني فد شلون نقول فد حلقه او فد يعني شلون نقول فد وصله تفرق بين يعني تفصل بيناتهم، اوكي؟ زين. Much of the blood that flows through the superficial veins is diverted into the deep veins by connecting and perforating veins. يقول لك أغلب الدم اللي يمشي خلال superficial veins is diverted، راح ينتقل أو يعبر إلى deep veins by connecting and perforating veins، خلال connecting and perforating veins. قلت لكم هالشيء، عندنا إحنا هنا superficial vein مثلا هذا great saphenous مثلا، هنا perforating vein راح يحط الدم مثلا للdeep vein. أوكي زين. يقول لك valves in the connecting veins allow blood to flow from one from the superficial vein into the deep veins but not vice versa. شو يعني حكي بعض؟ not vice versa يعني والعكس ليس صحيح، اوكي؟ يعني القصد يقول لك البيرفوريتنج فين هم تحتوي على صمامات، احنا قلنا الثلاث انواع يحتوي صمامات، الديب والسوبرفيشال والبيرفوريتنج يحتوي صمامات، بس قصده شنو؟ قصده يا بيل البيرفوريتنج راح تسمح الدم يمر من السوبرفيشال للديب، بس ما يسمح الدم يمر بالعكس، ما تسمح الدم يمر من الديب للسوبرفيشال، اوكي؟ اوكي، زين. هاي شيء كسام حكي عام، يعني ايش حيقول لك؟ يقول لك يا سوبرفيشال فينز اوف ذا ليج، يعني شنو يقول لك؟ لايك جريت سيفنس فين او شورت سيفنس فين كونتين فالفز، يقول لك يعني السوبرفيشال فينز مال ليج مثلا عندنا جريت سيفنس شورت سيفنس يحتوون صمامات، طبيعي هالشيء قلنا ثلاث انواع يحتوون صمامات. زين ذي كورس ان ذا سبكوتينس تيشو، قصده هنا يمشين وين؟ يمشين بالسبكوتينس تيشو، قصده بالسوبرفيشال فاشيا. They are usually unaccompanied، يقول لك عادة ما يعني ما مترافقات ممكن بارتري مثلا بنيرف بعضلة، ده تشوف احنا يعني ما مترافقات، لأن هنا superficial يعني to the deep fascia، هي الأمور كلها بالdeep fascia تمام. زين They are not surrounded by smooth muscle، ما محاطات بsmooth muscle، أما محاطات بعضلات ملساء، أوكي؟ زين deep veins of the leg pass internal to the deep fascia، بحكيك هسه على deep veins، ليش سميناها deep veins؟ لأن تعبر internal أو deep to the deep fascia، ليش سميناها superficial veins؟ لأن هي superficial للdeep fascia، إحنا البعض نقطة الاستناد مالتنا أو المركز deep fascia، superficial إلها superficial veins، deep إلها deep veins، أوكي زين. They contain valves and they are surrounded by smooth muscle، أقول لك يحتوي على صمامات ومحاطة بsmooth muscle، أوكي؟ أوكي زين. Unlike the superficial veins، عكس السوبرفيشال فينز، زين يوجوالي بيرد فريكوينتلي انتركونكتينج فينز، ها يقول لك عادة شبيهن راح يكونن على شكل ازواج. زين شنو يعني هالحكي بقى؟ تذكرون من حكيت لكم هنا تلكم يا بقى، انا اتذكرها من المحاضره الثالثه هم كانت عندنا صوره، يقول لك عاده هن شبيهن هذن يعني الفينات اللي هن الديب على حيكونن بيرد، حيكونن مزدوجات، يعني شوف انت عندنا فينين وارتري واحد، اوكي؟ وحيمشين يعني يعني شلون نقول كزوج يمشين ويا، اوكي؟ زين فهو هذا قصده. accompanying the artery as you see in this figure، ها يعني القصد هنا يقول لك باعوا شلون هنا accompanying veins، شوف شلون هنا راح يمشين هنا ويا شنو؟ ويا الارتري، اوكي؟ شوف شلون حيمشين ويا. زين and they are usually enclosed within the same vascular sheath of the artery، يقول لك هم شوفن حيمشين بنفس الفاسكولار شيث، باع احنا ايش عندنا؟ عندنا artery ودائره مدائره فين، طبعا انا حاط لكم ثلاثه بس هي اثنين، فيقول لكم دائره مدائره فهي شنو؟ يقول لك اثنيناتهم حيحاطن بفاسكولار شيث، يعني احنا اذا نصعد على هذا الرسم المفروض هنا ذن ثلاثتهم يحاطن بفاسكولار شيث، اوكي؟ اللي هو الغطاء الوعاء اللي يحيط بالاوعيه الدمويه. زين. بروفايتنج او كونكتيف فينز، طبعا الحكي هذا كله معادي احنا ماخذينه محاضره ثلاثه وحكيناه لي فوق، بس هو يعني بالعاده افاده. زين.
These veins pass through the deep fascia. يقول لك هاي الفين شبيها رح تعبر خلال الديب فاشيا. احنا ايش قلنا؟ مو عندنا هاي، احنا عندنا هاي باعوا. ايش عندنا احنا؟ عندنا هاي مثلا شنو؟ الديب فاشيا. هذا هو البرفايدنج فين اللي حيربط لك، حيربط لك شنو؟ هذا الفين اللي هو شنو يسمى الجريت سافنس، حيربط لك اياه وين؟ حيربط لك اياه بالفيمرال. فلازم يخترق هو الديب فاشيا حتى شنو؟ حتى يوصل للديب، لان تعرفوا انتوا اللي حيفصل لك بين يعني السفر سوبرفيشال فينز والديب فين هو ديب فاشيا. فلازم الكونكتنج او البرفورينج، ليس منها برفورينج لان هو بيرفوريت او باس ثرو خلال ديب فاشيا حتى يوصل لشنو؟ يوصل للديب فين. هذا كونتين فالفز يحتوي على صمامات allowing the blood flow from superficial to deep veins، يخلي لك الدم يمشي بس عن طريق superficial للديب، not vice versa، العكس غير صحيح. زين. And also these veins they pass through the knee fascia. ها يقول لك هاي الفينات شبيه تعبر خلال الني فاشيا اللي هي هاي شبيه زي يقول بالله at an oblique angle، تعبر يعني خلال الني فاشيا oblique angle so that when the muscle contract and the pressure the deep fascia increases، يقول لك حتى من تتقلص عضله والضغط بالديب فاشيا يزداد this will lead to compression of the perforating vein. ها يقول لك يابا ليش راح يعبرن بالني فاشيا حيعبرن يعني بصوره مائله او بزاويه مائله؟ ليش؟ يقول لك لا انت عندك من حتتقلص العضلات، تعرف انت مثلا انت عندك هنا عضلات من حيتقلصن راح هنا يزداد الضغط داخل الديب فاشيا، معتبات تبدا تقلل المساحه فايش بيه الضغط؟ الضغط راح يزيد. زين. In the deep fascia increase، راح يزداد ضغط. This will lead to compression of the perforating vein. يعني القصد يقول لك هذا الشيء راح شيء يخلي لك، يقول لك حيخلي لك انت يعني perforating vein راح تتعرض الى ضغط، اوكي؟ فلذلك يمشي بصوره مايله. زين. By this way they prevent blood from flowing from the deep veins into the superficial vein. يقول لك بهذه الطريقه انه يمنع عن شنو؟ يمنع الدم يعبر من يعني سوبر يعني من الديب الى السوبرفيشال. هو صحيح يعبر من السوبرفيشال الى الديب، ومن الديب للسوبرفيشال. اوكي اوكي زين. هاي الصوره طبعا حطيتها حتفيدنا شويه، يعني هي يعني هنا يعني هاي الصوره هي كل يعني الفين حاط لك هنا الفين مال لور لم يعني. اوكي زين، خلينا نشيكون شويه. عندنا هنا الجريت سافنس فين، قلنا هنا يا راح يتكون من شنو؟ يتكون الدورزال فينس ارش، تمام، يتكون من الفين مال البيكتو، تمام، وحيس عادي يكون قلنا انه بيرجع لي ورا ويروح وين؟ على الفيمرال، اللي حيكون هو شنو؟ حيكون هو عبارة عن شنو؟ راح يكون يعني سوبرفيشال فين، وعندنا السمول سافنس فين او شورت سافنس فين كذلك. زين. والبقية هنا اذا تشوفون كلهن هذا ديب فينز، هنا قال لك مثلا بوبليتيال، بوستير تيبيال فين، الفيبيلر فين، هاي كلهن ديب فينز، وكل الباقي يعني ديب فينز ما عدا ما ندر يعني. اوكي زين. اللي تشوفوا هسه التوبلون قوي هنا، شوفوا التوبلون واضح هنا، هذا يعني سوبرفيشال. زين. بيرفورتيك فينز. زين. هسه حنشوف احنا شنو سبب الدوالي. اوكي؟ خلينا نشوف. بيرفورتيك فينز contain valves that allow blood to flow only from the superficial veins to the deep veins. يقول لك تحتوي على صمامات بحيث يعبر الدم بس من superficial veins الى deep veins. زين. Perforating veins pass through the deep fascia at an oblique angle, so when muscles contract and the pressure increase inside the deep fascia, the perforating veins are compressed. ها. يقول لك ليش حيعبرهم بصوره مائله؟ يقول لك ليش؟ على مود يعني من حيعبرهم بصوره مائله؟ على مود العضلات من تتقلص راح يزداد ضغط بداخلهم، بالتالي حيمنع هالشيء من يزداد ضغط بداخل الديب فاشيا، حيمنع يعني حينضغطن، وبالتالي هالشيء حيمنع انه يرجع الدم من الديب للسوبرفيشال. اوكي زين. هنا عندنا الفاريكوز فينز اللي هي الدوالي، هاي تشوفوها هاي الدوالي منو بينا ما شايفه. زين. خلينا نحكي هسه شويه، عندنا فد مصطلح هنا اريد اعرفكم عليه اللي هي مصطلح ثرومبوس ومصطلح امبولوس. امبولوس وثرومبوس. زين. طبعا هذا مصطلح تاخذوه ان شاء الله بالباثولوجي، بس تحتاجون ستو تفهمون فكره بعض. الثرومبس عندي انا مثلا هذا، عندي هذا مثلا وريد، يقول لك هنا اجت خثره، ها هي بقعه الخثره هنا، تمام، حيمنع الدم يفوت. بينما الامبلس اللي هي الخثره المتحركه، فرق الثرومبس ساكنه واقفه ثابته، الامبلس متحركه. الامبلس بيها تجي يابها هنا مثلا هذا فين، يجي يتصل مثلا الفين لاخ ويجي يتصل الفين لاخ، يقول لك تيم يعني خلينا نصغر له هسه حتى توضح الفكره، يجي النوبه نصغره كلش. اوكي خلينا نصغره كلش. زين. يقول لك مشت هي الخثره، مشت يعني الحدث الطريق طبيعي، مشت هنا يقول لك من وصلت لهنا صار ضيق، الطريق كله ضيق، فايش تسوي؟ يتشلبت هنا بعد ما تمشي، فهي تتحرك وبعدين توقف يعني. اوكي فقصدي هي متحركه ظل تمشي يعني، بينما هاي قبل يعني هنا تتكون وتشلب، بس الثرومبس ثابت، الامبولس متحرك. اوكي زين.
هسه هذا الحكي مكتوب راح نقراه احنا جوا ونبعد لنا هاي الصور راح توضح لنا كل شيء زين. يقول لك يابا الفاريكوز فينز اللي هي الدوالي سوبرفيشال فينز بيكام تورشوس اند دايليت. يقول لك السوبرفيشال فين شبيه راح تصير ملتويه او متعرجه وشويه متوسعه. يعني تشوفوه هنا السوبرفيشال تشوفوه شلون متعرجه مش شلون ملتويه تشوفوه ومتوسعه اوكي بس هو الخلل مو بيها هسه نشوف الخلل بيها زين. Varicose veins most commonly occur in the posterior medial part of the leg. هاي مهمة. يقول لك دائما أكثر مكان تشوفه مثلا شوفوا السل الكبار شوفوا أكثر مكان تحدث به هي البوستيرو ميديال. زين هذا الجزء يعني هذا الجزء هسه حاليا شنو؟ هذا الجزء المفروض الميديال وقول الخلفي فهذا البوستيرو ميديال. أوكي الجزء البوستيرو ميديال مالي. زين. Occur as a result ركزوا لي of destruction of valves in the connecting or perforating vein. ها. يحدث بسبب تدمر الصمامات الموجوده بالكونكتنج او بيرفيتنج فين. هي حتاثر على شنو؟ حتاثر على السوبرفيشال فين. هي حتبين تورتشوس ودايلايت حتبين متعرجه وملتويه ومتوسعه بس بسبب شنو؟ بسبب خلل بالكونكتنج او بيرفيتنج فين. تمام بالصمامات مال كونكتنج او بيرفيتنج فين. هذا السؤال اتذكر جاي ام سي كيو يا بس شنو سبب مشل فاريكوز فين؟ خلل بشنو؟ صمامات ما شنو؟ كونكتنج او بيرفيتنج فين يعني السوبرفيشال فين الديب فين وبعد حاط ماشين فتا جواب كونكتنج او بيرفوريتنج فين. زين بيرفوريتنج فينز كونتين وان هاي حيد حكي كونتين وان فالف وان واي فالف ذيس فالف تو بريفنت فلوينج اوف بلود فروم ديب فين تو ذا سوبرفيشال فين. يقول لك تحتوي على طريق واحد من الصمامات حتى يمنع لك مشي الدم من الديب فين للسوبرفيشال فين. سو وين ذيس ار ديستركتد بلود فلو فروم ديب فين تو ذا سوبرفيشال فين resulting in varicosity of veins. يقول لك اذا صار العكس ومش الدم من الديب فين للسوبرفيشال فين هالشيء حيسوي لك الفاريكوستي اوف فين حيسوي لك الفاريكوز فين الدوالي. زين الفاريكوز طبعا تو باريكوز زين نجي هم من اشر هنا بالاخضر خلينا اشر زين اوكي زين الفاريكوز فينز كومبليكيشن اوكي هنا مكتوب كومبليكيشن. زين يقول لك يعني المضاعفات مالتها اوكي المضاعفات مالتها as a result of prolonged venous blood stagnation. زين يقول لك من انحبس الدم فتره طويله انحبس الدم prolonged venous blood stagnation من انحبس الدم فتره طويله حيسبب لك هالشيء مضاعفات. زين اول شيء pressure within the veins increased and result in extrusion of blood to the interstitial tissue. زين يقول لك الضغط داخل الفينات ايش بيه راح يزداد وهذا الشيء راح يسبب لك شنو؟ extrusion of blood راح يسوي لك للبلود يسوي لك يخلي الدم يتسرب للانترستيشال تشو الانسجه المجاوره. تمام زين اقول لك نتيجه لهذا skin pigmentation اوكي skin pigmentation and ulceration وتقرح والاكل and this is known as varicose ulcer. بعد شلون اقول لكم هنا حيصير عندكم هيك البشره حصير كلش سوداء وحصير عندكم هنا مثل تقرح او جراحه وهذا الشيء شي يسميه varicose ulcer. حنعد عليه قدام فلا تديرون بال. So one complication of varicose vein is varicose ulceration. حيصير عندنا تقرح بسبب الفاريكوز فين. زين. And pigmentation. Also prolonged venous blood stagnation may result in deep venous thrombosis. DVT. هذا ان شاء الله تاخذوه يعني كتب بغداد تاخذوه ان شاء الله في فارما بالمرحلة الثانية. اللي هو DVT deep venous thrombosis. خثرة تتكون خثرة بالفين وتحديدا هالشيء يصير بالقدم مال الشخص. اوكي؟ زين. يقول لك DVT يعني inflammation okay within inflammation of involved vein result in thrombophlebitis okay. يقول لك يعني DVT شبيهه يعني هي DVT شلون اقول لك within inflammation حتقول لك التهاب مال الفينات هذن حتسبب لك في شيء اسمه thrombophlebitis okay. itis معناته التهاب وthrom معناته خثره. تمام فيقول لك خثره راح تنشئ بسبب شنو؟ راح تنشئ بسبب الانفولد فين اللي هذني اللي هن شنو الانتركونكتد فين او الفينات اللي هن علاقه. حيتوضح هالشيء اللي قدام بس خلوا بالكم اياه. A part of big thrombus may break and travel to the lung resulting in pulmonary thromboembolism and this may lead to death. اخطر شيء هو هذا. يقول لك قلت لكم هنا هو ايش قال الثرومبس هو المفروض يقول امبلس اوكي لان هي متحركه الثرومبس ثابته. فيقول لك ممكن قطعه من البيج ثرومبس تتكسر وتهاجر الى اللنج تهاجر الى الرئه resulting in pulmonary thromboembolism. حتى بعد هنا قال لك embolism ليش؟ لان قال لك هنا متحركه فهي جت تخيلوا بس تخيلوا مشت من الرجل
وصعدت، صعدت الرجل، صعدت الفخذ، صعدت للهيب، صعدت البطن، وصلت للصدر، وصلت للرئة. تخيلوا يعني فيش لهالدرجة يؤدي لك إلى بولمينري ثرومبومبولزم. بولزم يعني خثرة متحركة، ثرومبو يعني جاي من خثرة ثابتة، وبولمينري يعني العلاقة بالرئة زين. And this may lead to death. أوكي ممكن يؤدي لك الموت. الكومليكيشن بالأصفار هذه هسه نعرفها بعد شلون. يقول لك prolonged venous blood stagnation. يقول لك إذا تصاعدك انحباس دم فترة طويلة ممكن يزيد لك الفينس بريشر، بالتالي يطلع لك الدم إلى شو أنسجة مجاورة، بالتالي يسبب لك يعني تلون البشرة وألسر إيش نقرح، وهذا الشيء نسميه فاريكوز ألسر. زين هاي ملخص موضوع كله. يقول لك إنه destruction of the valves of the connecting vein. يقول لك تدمر الفالفات مال connecting vein. شيء يسبب لك هالشيء مال connecting vein أو perforating vein؟ يسبب لك فاريكوز vein الدوالي. زين دوالي شبيهة prolonged venous blood stagnation. يسبب لك شنو يعني إذا انحبس دم فترة طويلة هيزيد لك الدم، وبالتالي يسرب الدم للأنسجة، وبالتالي يسبب لك هنا تقرح، ويسبب لك يعني تزمل البشرة فاريكوز فين. أوكي اللي هي الفاريكوز ألسر اللي هي قرحة سبب الدوالي. زين الدي فينس ثرومبوس الدي في تي حكينا عليه، قلنا اللي هو حتتكون خثرة بالرجل. زين هذا الشيء راح يؤدي لك ثرومبو فيلوبايتس اللي هي قلنا هاي الالتهاب اللي حيكون لك إياه، او ممكن ايش حيكون لك حيكون لك بولمينري ثرومبو امبولزم اللي حيسبب لك اياه شنو راح يسبب لك اياها من الدي فينس ثرومبوسس. هو هذا الخوف مالتنا انه تكون عندك بولمينري ثرومبو امبولزم اللي حيروح للرئة وممكن يقتلك. فهسه شنو هي الكومبليكيشن مال فاريكوز فين مال الدوالي اللي هي سكين بيجمنتيشن ألسريشن اللي هي فاريكوز ألسر، وعندنا هنا ثرومبو فيليبايتس اوكي اللي قلنا الالتهاب، او يسبب لك بولمينري ثرومبو امبولزم. هذين الثلاثه اللي هنا حاشرهن بالاحمر، هذا وهذا وهذا، هن الكومبليكيشن النهائيات يعني هن اخر شيء. هسه تش عندك هنا ركز، يمكن يجيب لك او تتحاول يعني يقول لك شنو الكومبليكيشن مال البرولونجد فينس بلود ستاجنيشن. فانت تقول اما يزال البلود بريشر او الدي فينس ثرومبوسس. ركزوا لي يعني هنا انه هذا دي فينس ثرومبوسس هو نتيجه من يعني انحباس الدم، والانكريز فينس بريشر هو نتيجه من شنو يعني برولونجد فينس بلود ستاجنيشن. اوكي اوكي زين هنا نكون كمان هذا جزء من المحاضره، اتمنى يكون واضح ومفهوم. اي سؤال عندكم، اي ملاحظه، اي فتشيه تردون، وبالتوفيق ان شاء الله جميع، ومع السلامه.